أيها الأخيار وأيها الفضلاء والفضليات، من القصص التي تمر علينا في القرآن كثيرا قصة قوم من أعجب القصص التي تمر في القرآن، وفعلها من الأفعال الشنيعة، حتى قال أحد خلفاء بني الأمية وهو الوليد بن عبد الملك، يقول: لولا أن الله ذكر في القرآن هذه القصة لما توقعت أن الرجل يأتي الرجل، أن الرجل يعلو الرجل أو الذكر يأتي الذكر. وقد علمتم إنها قصة قوم لوط، ولوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم، وكان قد هاجر وتركه في الشام في الأردن في منطقة يقال لها السدوم أو السديم، حتى هي قريبة الآن من البحر الميت. هنا يأتي أيضا يأتي إشكال دائما سؤال عن الناس حينما يذهبون إلى تلك المنطقة للعلاج أو لأخذ الأدوية، فهذه مسألة تحتاج إلى حكم شرعي، لأن هذه أماكن ديار قد إيش عذبهم الله بها، فهذه مسألة أخرى. لكن الكلام عن هذا الفعل، فعل قوم لوط، فالله جل وعلا بيّن أن لوط عليه السلام خاطب قومه ودعاهم إلى ترك هذه الفاحشة، وقبلها إلى الإيمان بالله. قال: تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم، لم يعرف أحد فعل هذا الفعل إلا هؤلاء القوم، قوم لوط. أنكم لتأتون الرجال، استفهام واستنكار، شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. قالوا مسرفون لأنهم جمعوا بين الشرك وبين الفاحشة. لكن ماذا كان يفعل قوم لوط؟ ماذا كانوا يقولون له؟ يعني كانوا ينكرون عليه، بل هددوه بالرمي وبالضرب: إنك لمن المخرجين. وجاء في سورة أخرى في سورة هود تفصيل عجيب، حينما أتت الملائكة إلى لوط عليه السلام وأغلق الباب لوط، لكن هؤلاء أصحاب الفاحشة كانوا يأتون مسرعين، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. نبي الله لوط ماذا قال؟ قال: يا قوم، يا قوم، هؤلاء بناتي، هن أطهر لكم. يعني زوجهم من لوط، يعرض عليهم الزواج من ابنتي الثنتين حتى لا يأتوا يفعلوا، أرادوا يفعلون بمن؟ بالملائكة. قال: يا قوم، هؤلاء بناتي، هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد، عافانا الله وإياكم. والله فعل عجيبة وغريبة. ولذلك أيها الإخوة، حينما يذكر الله هذه القصة في القرآن لشناعتها ولقبح ولفعلها، ثم تسمع الآن، تسمع الآن المحكمة العليا في أمريكا تقر وتبيح وعلنا وأمام الملأ وبمباركة من رئيسها بأن هذا الفعل أصبح مباحا الآن، فصفق العالم وفرح العالم، عالمهم، عالم الشواذ وعالم المثلين، عالم الإباحية، فرحوا وخرجوا في الشوارع يهتفون ويرفعون اللافتات، وزينوا الشوارع والأبراج بأنه قد أبيح لهم. طيب سؤال، هل كان قبل هذا القرار كان ممنوعا؟ لا، هو كان مباح في أوروبا وفي بعض الولايات في أمريكا، لكن الآن صدر مرسوم بالجواز وبالإباحية التامة. فهذا بعد هذا، والله ماذا نقول عن أمريكا؟ نقول ماذا؟ نقول: سبحان الذي جمع فيها صفات الأقوام السابقة، جبروت عاد وثمود وفسق قوم لوط وفسادهم، وجمع الله فيهم ظلم فرعون وطغيانهم وقتلهم للمسلمين وللأطفال في جميع أنحاء العالم. هذا أمريكا، هذه أمريكا التي ينبهر بها الناس. لذلك أنا لا أطيل الكلام، لكن أقول الفرق أيها الإخوة بين الشذوذ المنبوذ وبين الشذوذ الذي يفرح به ويصرح به. هل تعلمون في خلال 24 ساعة انتشر الخبر في جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل، حتى يعني في أجهزة، معلش اسمحوا لي هذا الكلام، في أجهزة بناتنا وأولادنا، والله في تويتر وفي سناب شات وغيرها انتشرت هذه الأمور وهذه الأخبار، لكن من الرقيب؟ لذلك هذا الموضوع أنا ألخصه في قضيتين مهمتين وخطيرتين حقيقة. أولاً الإعلام، انظروا الآن كيف الإعلام بقيادة من؟ من يقود الإعلام اليوم؟ والله أمريكا، رغم أنوفنا، هي صدرت وهي نشرت وهي اللي فرحت وهي التي جعلت يعني تسير هذا الخبر. الأمر الثاني والخطير، أولادنا والتربية، نحن نعاني في المدارس ونعاني بين الشباب في هذه الظاهرة قبل هذا التصريح وقبل هذه الإباحية وقبل هذا الإعلان
فماذا تتوقعون أن يحصل صراحة؟ وقد زرت بنفسي فرع الهيئة الذي مقابل هنا في حي الجامعيين، فرأيت عجب عجاب هنا في بلادنا عن هذا الفعل، فعل اللواط وفعل الشواذ وفعل اتيان الرجل الرجل. ورأيت، زوروا الله يعني جزاكم خير، زوروا أنتم بأنفسكم ويرحبونهم، وانظروا ماذا يعني سوف يرونكم من أفعال قوم لوط الموجودة. فلذلك المسؤولية الآن تزداد. ألا أقول هذا الكلام حتى بس فقط ننبهر ونحوق؟ لا، أن المسؤولية تزداد علينا، مراقبة أبنائنا، تذكيرهم بالله، تحذيرهم من صحبة الأشرار، وأيضا الملاحظ على بعض الملبوسات. في هناك ملبوسات، ونحن الآن على مقربة من عيد وتسوق، انتبهوا لبعض الشعارات، هناك خواتم، هناك سوارات، وهناك يعني ألوان وفنايل وقمصان، انتبهوا لها، ترى هذه ترمز لأمثال هؤلاء الشواذ عافانا الله وإياكم. مرة أخرى وثالثة ورابعة لنتأمل ولتدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى، فإنه والله أنزل للتدبر وللعمل، فإنه وحي يوحى. فهنيئا والله لمن ربط القرآن بما يحصل للأقوام. ونحن نقول أمريكا قد بلغت في الشرذمة وفي الطغيان، لكن ننتظر ماذا؟ أمر الله سبحانه وتعالى. كما جعل الله قوم لوط عاليها سافلها وقال إن موعدكم الصبح ليس الصبح بقريب. فنسأل الله أن يحفظنا ويحفظ ذرياتنا ويحفظ أولادنا المبتعثين خاصة. اللهم احفظ أولادنا وبناتنا المبتعثين، وأن يردهم سالمين غانمين آمنين مطمئنين. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.